ورقم تقدير للأداء الإيجابي المسؤول الذي يشهده المواطن لدى كثير من الأخوة الأعضاء، فما زلنا نشهد ممارسات سلبية ومواقف وطروحات ومشاريع عبثية لا تخدم في حقيقتها مصلحة الوطن، بل تسعى إلى التكسب الانتخابي أو تخدم مصالح شخصية أو أجندات خاصة على حساب مصلحة الكويت العليا، تارة بالعزف على أوتار الطائفية البغيضة، وتارة بطرح مشاريع براقة المظهر تدقدق عواطف البسطاء ولكنها في حقيقتها تلحق ضررا بليغا بالدولة والمجتمع حاضرا ومستقبلا، وتارة أخرى بالتمادي بمخالفة الدستور والقانون ترويجا لمكاسب شخصية وبطولات وهمية، حتى وإن أدى ذلك إلى إرباك الأمور في البلاد وتعطيل مصالح المواطنين وعرقلة عمل الدوائر والمؤسسات، كل ذلك بالمجافات لروح الدستور والمخالفات لمقاصده الأساسية. فلماذا كل هذا السباق المحموم على تقديم الاستجوابات؟ ولماذا الإصرار على تقديم الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين للمخالفة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية الواضحة؟ وإذا كانت الحقوق الدستورية للنائب واجبة الاحترام، فإن من الضروري إدراك أن تلك الحقوق ليست حقوقا مطلقة، فهي مقيدة بشروط وضوابط تكفل انضباطها وعدم انحرافها وخروجها عن غاياتها وأهدافها. ولا يجوز بمن أنيط بهم الحفاظ على الدستور والقوانين مخالفتها، وعلى مشرع القوانين ونفذها أن يكونوا هم القدوة الحسنة باحترامها والالتزام بها لكي ينضبط العمل البرلماني في مساره الإيجابي المنشود.